يا عزيزي هي قضيتك وانت الوحيد من يقدر على حلها. السعوديين ما هم فاضين لك، احنا مشغولين في المستقبل. تجينا انت تشغلنا بقضيتك لابوك على ابو قضيتك. هجوم حاد من شاب سعودي على اهالي فلسطين ويوجه رسالة قاسية لابو عبيدة. تابعنا كلنا خلال الايام اللي فاتت الهجوم اللي حصل على السعودية بسبب اقامتها الموسم الرياض 2023، رغم الاحداث اللي بتحصل في غزة والقصف اللي بتتعرض ليه ليل ونهار. ورغم كل ده الا ان السعودية عملت موسم الرياض عادي جدا، ولا كأن في اي حاجة بتحصل، ولا كأن في اطفال بتموت. ومع انتشار فيديوهات موسم الرياض على مواقع التواصل الاجتماعي زاد الهجوم على السعودية بسبب المشاهد والرقص والغنى اللي كان في موسم الرياض. وطلع ناس كتير اتكلموا في الموضوع ده زي السيدة السعودية دي اللي هاجمت موسم الرياض واللي حصل فيه. مسيرة افتتاح موسم الرياض، اقسم بالله لما شفت المقاطع ما صدقت انها موجودة عندنا بالرياض بالتحديد. واي شاب وشابة ما حضرت المسيرة اقول لها بيض الله وجهك. وبرضو هذا الكلام للرجل اللي ما راح لي مسيرة هذه افتتاح موسم الرياض اقول بيض الله وجهك، لان مو بعاداتنا ولا تقاليدنا صراحة ولا ديننا الاسلام يعني يرضى بهذا. لكن في نفس الوقت طلعت ناس تانية منهم الشاب السعودي ده اللي هاجم اهالي فلسطين. يا عزيزي هي قضيتك وانت الوحيد من يقدر على حلها. السعوديين ما هم فاضين لك، احنا مشغولين في المستقبل. تجينا انت تشغلنا بقضيتك لابوك على ابو قضيتك. عزيزي الفلسطيني ازعجت امنا بالعروبه، العروبه اللي ما تجي لو احنا اغنياء ما نبيها. والحد هنا كان الفيديو خلص. الى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد.